يا ابني؟ اتصلت بيك كتير وما ردتش. انا خلاص بقى كده وجاي لك. وائل، انت متأكد من اللي انت عايز تعمله ده؟ ما كنتش متاكد، كنتش قلت لك من الاول. بس حاسس ان ضميري بيأنبني. دي هند، صاحبتي وصاحبتك، عشرة عمرنا. وائل، رد عليا، انت معايا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مش عارف ان هي غلطانه؟ عارف، بس لو انت عملت كده هتكون غلطان اكتر منها. حازم، حازم، خلاص بقى جاهز وجاي لك. وائل، انت متأكد من اللي انت عايز تعمله ده؟ ما كنتش متأكد، مش قلت لك من الأول. بس حاسس ان ضميري بيأنبني. دي هند، حازم صاحبتي. في حاجة غلط. ايه؟ هو احنا اتكلمنا قبل كده؟ خلاص بقى جاهز وجاي. وائل، انت متأكد من اللي انت عايز تعمله ده؟ الصراحة لا. انت متأكد انك انسان ضعيف؟ ضعيف اوي بعد كل اللي عملته فيه، وهتسامحها؟